مرحبا بحضراتكم مجددا إلى هذا الجزء من النافذة، والذي نخصصه لرصد الوضع الإنساني والمعيشي في سوريا. شن طيران النظام صباح اليوم 5 غارات على قرية سكنية لإيواء النازحين بالقرب من قرية حاس غرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب، ما أدى لمقتل مدنيين وإصابة 3، بالإضافة لدمار كبير في الأبنية السكنية. أبو عبد جيب سيارة أربعة سريع. قوي سمعانك يا قوي سمعانك. قريتنا خلينا يلا خفوها الله يوفقك. يلا شغل يلا كيلو شي يلا رجع بسرعة يلا ما تمام يلا يلا ابو حمود يلا يا ابو يا شباب في حد يورع بسمعنا يا شباب يا عالم في حد عم يسمعنا؟ امبارح استهدفت هالمنطقة بطيران المروحي، برمينين 3 نفذ بهالمحل، واليوم كمان طيران الحرب الروسي كمان نفذ اليوم 5 غارات. هم الخير للعالم تتحني ويلو. ايش هذا المحل حجي؟ محل سكن للشهداء، سكن شهداء، كل شيء شهيد كذا ما عنده اعطوهن يمكن. يعني مشروع تسكيني. اي تسكيني هالديريك. بجهود المجلس المحلي وفعاليات شبابية في بلدة سويسة بريف القنيطرة، تم العمل على إعادة تفعيل محطة ضخ المياه وتصليح الشبكات وتهيئتها للعمل، وتغذي المحطة 13 قرية وعددا من المزارع القريبة. وبحسب المسؤول عن تجمع المجلس مجلس سويسة، فقد تم تجهيز المحطة وأصبحت المضخات جاهزة لتغذية القرى. وعلى الرغم من صلاحية الشبكات الخارجية بنسبة 80%، إلا أن المشكلة تكمن بعدم توفر الوقود الذي ارتفعت تكلفته بشكل كبير. مجموعة من الفعاليات والشباب من أبناء هذه المنطقة نقوم على العمل المشترك والمساعدة من أجل إعادة ترميم وتأهيل بعض البنى التحتية في هذه المنطقة. وكان من إنجازاتنا اللي هو مشروع المياه اللي يعتبر شريان أساسي للحياة في هذه المنطقة. قدرنا الحمد لله أن نجهز مضخاتنا وأصبحت مضخاتنا لجميع القرى جاهزة، اللي هي مجموعة من القرى اللي تتألف من 13 قرية. صالحة بنسبة 80%، المحطات عندنا جاهزة والحمد لله، لكن من المشاكل اللي احنا نعانيها فيها عدم تأمين الوقود. فاحنا نعاني من تكلفة وقود هائلة جدا، يعني الساعة عم تكلفنا ما يقارب 80 لـ 90 رتل مازوت الساعة الواحدة. نتمنى انه نحصل على وقود او دعم لهذه المحطة من أجل أنه نتساعد شوي، مثلاً جهة تتحمل معانا تكلفة من الوقود، وجهة تكون عن مواطن بتكلفة بسيطة نفس جباية أسبوعية أو على الضخة تتم عن طريقها. وفي نهاية هذه النافذة نشكركم على حسن المتابعة، نلقاكم غدا بإذن الله عبر شاشة الجزيرة مباشر في نافذة جديدة، فكونوا معنا، السلام عليكم.